السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أنور سنان من قناتي الشخصية، وفي هذا الفيديو راح أقدم لهم مراجعة لسماعة سامسونج ليفل يو. صدرت هذه السماعة في شهر يوليو من عام 2015 وتباع في الموقع الرسمي لشركة سامسونج في الولايات المتحدة بسعر 59 دولار، وتختلف الأسعار في الدول العربية، حيث تباع هذه السماعة في المملكة العربية السعودية بسعر 269 ريال سعودي. الآن راح نفتح الكرتون لنتعرف على السماعة. طبعا أول شيء عنده هنا مكتوب سامسونج ليفل يو، وعنده هنا أهم المميزات: بلوتوث ستيريو هيدسيت، فلكسبل جاين ويز نيك باند، هاي كواليتي وايرلس ستريمينج. وعندك هنا مكتوب سامسونج ليفل يو، كمان هنا سامسونج ليفل يو، وعندك هنا معلومات الترخيص تبع السماعة ومكان الصنع، وهنا دليل الاستخدام بشكل مختصر. الآن نفتح الكرتون نتعرف على محتوى السماعة. طبعا أنا فتحتها من قبل. أول ما تفتح السماعة بتكون معاك بهذا الشكل، وعندك أول شيء كويك ستارت جايد، دفتر التعليمات، ويتوفر بعدة لغات منها اللغة العربية واللغة الإنجليزية. وعندك هنا سيت أوف إيرز جولز، طبعا مش عارف إيش يسمونها باللغة العربية، بس الآن أنتم بتفهموني، يسمونها باللغة الإنجليزية سيت أوف إيرز جولز. طبعا هذه القطعة بتغيرها بدل هذه القطعة بهذا الشكل، وتحط هذه القطعة. طبعا عندك اللي داخل هذا الكيس بتكون معاك على حسب نقشة الأذن، وعندك اللي بهذا الكيس بتكون على نفس القطعة الأصلية. وعندك آخر شيء السماعة بتكون معاك بهذا الشكل، وتتميز هذه السماعة بالتصميم الرائع. عندك أول شيء عندك قطعة المطاط، هذه اللي بتشوفونها حتى السماعة ما تتربط عليك أو تتشبك، يعني بتتحرك على حسب حركة السلك. وعندك هنا أزرار متعددة الاستخدامات، زر خفض الصوت، زر رفع الصوت، زر متعدد الاستخدامات، استخدمه بأشياء كثيرة. وعندك هنا زر التشغيل تبع السماعة، طبعا كذا بتشغلها. لما تشوفها عندك تكون باللون الأزرق والأحمر أو البرتقالي، يعني إلى الآن السماعة ليست مرتبطة بأي جهاز. الآن بوقفها. وعندك آخر شيء مكان الشحن تبع السماعة اليو اس بي. الآن نفتح بهذا الشكل ونشوف مكان الشحن. تشحنها باستخدام شاحن جهازك للجالكسي بشكل طبيعي. طبعا السماعة تعمل على أغلب أنظمة التشغيل المعروفة مثل نظام الأندرويد ونظام الآي أو إس ونظام البلاك بيري ونظام الزامبيان. ما أعرف مين إلى الآن يستخدم نظام الزامبيان تبع نوكيا، بس المهم إن السماعة تشتغل عليه. الآن نجرب استخدام السماعة. كل اللي عليك تروح تسوي لها تشغيل من هنا أو تيرن أون بهذا الشكل لحد ما تشتغل معاك. طبعا السماعة ترتبط بجهازين بنفس الوقت، إذا كنت تريد تسوي لها إعادة ضبط المصنع أو حتى تربطها بجهاز جديد من أول مرة، تضغط عليها بشكل مطول على هذا الزر اللي أنا أول قلت لهم متعدد الاستخدامات، تستني لحد ما يطلع عندك باللون الأزرق والأحمر بهذا الشكل. الآن تروح على جهازك وتشغل البلوتوث وتسوي للسماعة اقتران أو توصيل. الآن السماعة متصلة. طبعا تقدر تستخدم السماعة بدون التطبيق الخاص بها أو تستخدمها مع التطبيق. الآن نروح على التطبيق سامسونج ليفل. عندك هنا حالة البطارية تبع السماعة، وعندك هنا تبع العدسة تبع البحث، تبحث يعني على سماعات أخرى متوفرة. الآن جاري المسح أو البحث. عندك هنا دليل المستخدم، تشغيل إيقاف المسارات، تضغط على هذا الزر. انتقال إلى المسارات الأخرى، درجة الصوت، اتصال إلى آخر. عنده هنا المزيد، مدير الاتصالات، وعنده هنا إدارة الإشعارات تبع التطبيقات اللي تبغى الإشعارات توصلك على السماعة. عنده هنا التطبيقات المفضلة، هنا تحط لهم تفضيل. وعنده هنا الضبط، إيقاف الموسيقى التلقائي، يعني بتحدد مدة زمنية بعد 5 دقائق، 30 دقيقة، بعد ساعة، المهم. وراح بعدها الموسيقى راح تتوقف بشكل تلقائي. وعندك هنا أيضا حول سامسونج ليفل يو، دليل المستخدم، إعادة الضبط، إصدار البرنامج، ترخيص المفتوح المصدر إلى آخر.
طبعا عنده هنا درجة الصوت، هنا حد أدنى بتخليها بهذا الشكل، عنده هنا حد أقصى تخليها بهذا الشكل. بيكون انتهينا من استخدام البرنامج. الآن نجرب الأزرار تبع السماعة. طبعا عندك هذا الزر متعدد الاستخدامات، تستخدمه في عدة أشياء. الضغط المطول عليه يسوي إعادة ضبط المصنع للسماعة، وبضغطة واحدة تقدر تشغل مقاطع موسيقية، وبضغطة واحدة كمان توقف مقطع موسيقي. وإذا عنده مكالمة هاتفية تقدر تضغط عليه مرة واحدة ترد عليها، وإذا تريد ترفض المكالمة أو تسوي لها إغلاق تضغط عليها ضغط مطول. وعنده هنا أزرار رفع الصوت وخفض الصوت. طبعا بشكل طبيعي تقدر تسوي خفض الصوت بهذا الزر بهذا الشكل كما ترون الآن، بهذا الشكل تقدر ترفع الصوت. أيضا تقدر تستخدمهم في التمرير بين المقاطع الموسيقية، مثلا بالضغط المطول بهذا الشكل تقدر تقلب على نغمة أخرى كما ترون الآن، وبهذا الشكل تقدر ترجع لمقطع موسيقي آخر كما ترون الآن. تتوفر هذه السماعة بعدة ألوان، منها اللون الأبيض واللون الأزرق واللون السماوي واللون الذهبي. وهناك شيء مهم جدا في هذه السماعة، وهو قطعتي المغناطيس التي تمتاز بها هذه السماعة. بهذا الشكل تقدر تثبتهم مع بعض، وهذا الشكل تفصلهم تركبهم على بعض، حتى من لما تلبسها على رقبتك بتكون مثبتة حتى من شان لا تتحرك معاك وانت بتستخدمها. رابط شراء مثل هذه السماعة وايضا رابط تحميل البرنامج موجود اسفل في الوصف او الديسكريبشن. الى هنا اكون انتهيت من عمل مراجعة لسماعة سامسونج ليفل يو. وانا اعرف ان هناك العديد من الاخطاء في تسجيل الصوت والفيديو، لاني لاول مرة اقوم بتسجيل مراجعة. لذلك لا تنسى عمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتكتب تعليق تحفيزي حتى تشجعني اني انزل فيديوهات اكثر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.